مساء الخير طلاب الثالث المتوسط، شلونكم؟ شو اخباركم؟ يا رب تكونون بخير. مكملين بالمراجعه المركزه بالنسبه للوحده الثانيه. الوحده الاولى كملناها ونزلنا جميع الانشاءات، راح تلقوهم بالقناه، ونزلنا الوحده الاولى من حيث المعاني، من حيث التمارين المهمه، وايضا اخذنا الانشاء مالتها ايضا. فاللي بقى عندنا هسه نروح الى الوحده الثانيه. الوحده الثانيه راح تنقسم الى 3 حلقات. الحلقة الأولى راح نغطي بها جزء القواعد الأول، الحلقة الثانية راح نغطي بها جزء القواعد الثانية لأنها شوية مطولة، ما راح نقدر نكملها في فيديو واحد وتكون مملة. تنزل باكر إن شاء الله. ويبقى عندنا القصة اللي هما الستوري تايم، ويبقى عندنا أيضا قطعة الكتاب، ويبقى عندنا التمارين المهمة بالنسبة للإنشاءات، نزلنا جميع الإنشاءات. فنجي هنا إلى القواعد الجزء الأول. أول شيء عندكم التعبير عن الأشياء التي نحب والأشياء التي لا نحب. موضوع بسيط جدا وما بي اي تعقيد. راح تلقى بالبدايه هذول الافعال اللي هم نعبر بهم عن الحب، اللي هم مثلا love, enjoy, like. هذول الثلاثه افعال نعبر بهم عن الحب. اذا كان الفاعل I, you, they, we، او اسم جمع مثلا اسم ماخذ s، او يعني اي اسم جمع، فهنا راح تكون بدون s هاي الثلاثه افعال. اما اذا كان اسم جمع او هي شي ات او اسم مفرد عفوا، هذول راح ياخذون اس، فبدل با لوف راح يصير لوفز، انجوي انجويز، لايك لايكس. اللي يجي وراهم دائما شنو؟ الفعل ماخذ اي ان جي، يا اما اسم، يعني يا اما اسم اعتيادي، يا اما اذا كان فعل هذا الفعل لازم يشبيه يكون ماخذ اي ان جي. فهنا نجي مثلا يقول وي انجوي، من اللي قلت انجوي معناها الفعل اللي وراهم لازم شي يكون، يكون ماخذ اي ان جي، فهذا شنو؟ الكامبت ما بي اي ان جي، الكام ما بي ان جي. من اللي راح ناخذه؟ راح ناخذ الكامبينج اللي بي اي ان جي، لانه الفعل اللي يجي وراهم شنو؟ اي ان جي. وي لايك ريد سلو ريدنج، راح ناخذ الفعل اللي بي اي ان جي، لانه بعد من؟ بعد كلمه لايك او انجوي الفعل ايش ياخذ؟ ياخذ اي ان جي. هذا اول صيغه عندكم بالنسبه الى الوزاري. بالنسبة للصيغة الثانية express your like، يقول لك عبر عن تفضيلك او حبك concerning فيما يخص من هو الكتب books. راح تجي تقول I وراها تجيب يا اما love يا اما enjoy يا اما like، وراها تخلي الفعل او الاسم. هنا انت ايش عندك؟ عندك اسم، فراح تقول I، جبت ال I منه، وراها راح اجيب love او enjoy او like، I like، واجيب الاسم اللي موجود بالاخير اخليه هنا، فراح يصير I like books. هاي الاكسبريس يور تحذفها والconcerning تحذفها، بس مجرد تجيب I واللايك تجيبها وتخلي وياها books، فراح يصير I like books. هنا نفس الحالة، عندك like وswimming، فمجرد بس تجيب I تخليها بالبداية. اذا شفت هاي الصيغة تجيب I like والاسم اللي موجود بالاخير اللي هو swimming. هنا اذا اعطيت جمله مثبته وطلب نفيها، ننفي بدونت ودزنت. يعني اذا عندك جمله مثبته يقول مثلا I love books، he loves books، وانا اريد انفيها، شو راح انفيها؟ راح انفيها باضافه don't او doesn't، لانه هذا مضارع بسيط. فهنا مثلا يقول Sally enjoys cooking، اريد انفيها. Sally اسم مفرد، ايش راح تاخذ؟ راح تاخذ doesn't. قال سالي doesn't، وهنا الانجوي حذفنا منها الاس لانه هذا نفي، اذا خلينا doesn't نحذف من الفعل شنو؟ الاس، فراح يصير سالي doesn't enjoy cooking. اذا سؤال راح نقدم الفعل المساعد على الفاعل، فش اقول؟ اقول does سالي enjoy cooking، وهنا تكون كملنا بالنسبه الى موضوع التفضيلات. بالموضوع الاول قلنا نحكي عن الاشياء اللي نحبها والاشياء اللي ما نحبها. الاشياء اللي نحبها او شلون نعبر عن الاشياء اللي احنا نريد نسويها او نستمتع بها. هنا العكس، الديسلايك يعني الاشياء اللي ما نحبها، شلون اعبر عنها؟ اعبر عنها بتعبيرين اللي هم يا اما هيت يا اما دونت لايك. هذول اذا كان الفاعل جمع راح تكون الهيت بدون اس يعني بس هيت، والدونت لايك راح تكون دونت. إذا كان عندك هنا هي شي إت أو اسم مفرد راح يصير هيتس، هذا راح ياخذ اس، وهنا بدل دونت لايك ايش راح يصير؟ راح يصير دزنت لايك. فنيجي إلى مثلا السؤال يقول express your dislike، هنا ما قال لايك قال dislike concerning spiders. كل اللي راح تسويه راح تجيب I
جيب الاي لانه انت تحكي عن نفسك، وراها راح تخلي هيت او دونت لايك، وتجيب الاسم اللي موجود بالاخير تخليه وين؟ تخليه هنا، فراح يصير اي دونت لايك سبايدرز، بس الكونسرنينج تحذفه واليور تحذفه والاكسبرس تحذفه والديسلايك هم تحذفه، وراح تقول اي هيت او اي دونت لايك وتجيب الاسم اللي موجود بالاخير. هذول مو دائما يكون وراهم فعل ماخذ اي ان جي، احيانا شي يكون، احيانا يكون اسم، يعني اسم اعتيادي، مجرد اسم، شلون هسه مثلا سبايدرز العناكب او فلايز الذباب، بس احنا نقول اذا كان فعل نضيف لاي ان جي، بس اذا هو اسم ماخذ اس يبقى شنو؟ يبقى نفسه الاسم. هذا بالنسبه الى شنو؟ expressing the dislikes. بالنسبه الى موضوع التفضيلات ابسط منه، يعني ابسط منه ماكو، هذا الموضوع بسيط جدا. تجي هنا ايش راح تلقى؟ راح تلقى تعبيرين اللي هم يا اما I'd like to يا اما I'd love to. هذول لا بيهم تو اول شيء، والشغله الثانيه يكون وياهم فعل مجرد. زين، التعبير الثالث هو I'd rather، هذا مباشره يجي وراء فعل مجرد. فاذا اجتك بالاختيارات I'd rather ووراها فعل مجرد وفعل بي اس وفعل ماخذ اي ان جي، انت ايش راح تختار؟ راح تختار الفعل المجرد. فالصيغة الأولى اللي تجي بهذا الموضوع بالنسبة للقواعد هي اختيارات، وعلى الأغلب جاية I'd rather. مثلا شوف لي هنا I'd rather go لو going لو to go. I'd rather مباشرة الشي يجي وراها، يجي وراها فعل مجرد بدون شنو؟ بدون to، وأيضا شنو؟ بدون ing، فأنت راح تختار go. I'd rather to stay لو staying لو stay، مباشرة I'd rather شي يجي وراها، يجي وراها فعل مجرد. فهاي الصيغة الأولى اللي هي صيغة اختيارات. الثانية لا، ينطيك عبارة بين قوسين، يعني مثلا أو يقول لك مثلا concerning playing tennis، يعني يقول لك عبر لي عن تفضيلاتك. use I'd love، استخدم I'd love to express your preference، للتعبير عن تفضيلك concerning playing tennis. انت اذا شفت هاي الصيغه ايش راح تاخذ منها؟ راح تاخذ منها الايد لاف، هذا تعبير من تعابير التفضيلات. تجيب ايد لاف تخليه بالبدايه وتخلي وراها شنو؟ ايد لاف تو. هنا ايش راح تاخذ من كل هاي المعمعه؟ تاخذ بس اخر كلمتين اللي هما بلاينج تنس، فراح يصير ايد لاف تو، وراح اجي اخذ اخر كلمتين. يعني هاي كلها صيغه دي يشرح لك شو تسوي. فانت ايش تاخذ؟ تاخذ بس اخر كلمتين، تجيب I'd love to هذا التعبير مال الاقتراح، وتاخذ اخر كلمتين اللي هم playing tennis بس. هذا الباقي كله شنو؟ الباقي كله راح يهمل بعد ما لك اي شغله بيه. فتجي I'd love to هو منطيك اياها هنا، وراح تقول playing tennis. زين، هنا يقول لك I'd rather helping لو help لو to help. بما انه I'd rather مباشرة ايش راح يجي وراها؟ فعل مجرد، فاقول I'd rather help. زين، هنا يقول لك watch a film، مشاهدة فيلم، ويقول لك express preference use I'd rather، واستخدم I'd rather للتعبير عن ال preference. فانت ايش راح تجيب؟ هاي ال I'd rather وين تجيبها؟ تخليها البداية I'd rather. و watch a film راح تجيبها تخليها وراها بس. راح تجيب I'd rather، يعني مجرد ترتيب، I'd rather اجيبها اخليها هنا، والواتش فيلم شو اسوي بها؟ اجيبها اخليها هنا، فراح يصير I'd rather watch a film. What's your favorite color؟ شنو لونك المفضل؟ Express your preference use white. يقول لك استخدم تفضيلك وقول اني احب اللون الابيض. use white. فراح تقول I'd like white او I like white. هذا ايضا يجينا بيا موضوع بالنسبه الى موضوع التفضيلات. هنا ممكن اقول I like white كلش عادي، فاقول I like white او I love white، لانه like واللove ايضا يجون بمن؟ يجون بموضوع التفضيلات كلش عادي. فتقدر تقول I'd love like او I like white. بالنسبة للموافقة على التفضيلات هذا ايضا ابسط منه ماكو. احفظ لك تعبير واحد yes I agree، بس yes I agree. من يشوف كلمة accept او agree preference، accept or agree preference، من يشوف هذا التعبير شو راح تخلي؟ yes I agree. فانت جيت هنا agree to this preference، agree to this preference او to his preference،
agreed to this preference. مباشرة ايش راح تخلي؟ راح تخلي yes I agree أو yes I'd love to. تستخدم yes I agree بس yes I agree. من نشوف شنو الموافق على التفضيلات اللي هو accept أو agree to the preference. بالنسبة إلى making suggestions هذا أيضا موضوع بسيط جدا، بس مجرد تحفظ التعابير المتعلقة به حتى تعرف شنو تخلي. زين هنا أيضا لازم يكون بالنهاية علامة استفهام. فاجئنا عندك أربع تعابير أستخدمهم حتى أعبر عن السجستشن أو تكوين الاقتراح. الأولى let's وراها مباشرة يجي فعل مجرد يعني لي أو دعنا. Would you like to ويجي بعدها فعل مجرد، وهنا how about بس هاي how about يجي وراها فعل ing. البقية ذو الثلاثة كلهم يجي وياهم فعل مجرد اللي هم why not would you like to well let's. هذول كلهم يجي وراهم شنو؟ كلهم يجي وراهم فعل مجرد، فقط الهاو اباوت يجي وياها اي ان جي. فتنتبه كل الزين اذا اجاك بالاختيارات هاو اباوت وراها فعل، هذا الفعل لازم شي يكون ماخذ اي ان جي. بالنسبه للواي نوت نهايتها علامه استفهام، الهاو اباوت نهايتها علامه استفهام، وايضا الود نهايتها علامه استفهام، بس الليتس تكون نهايتها شنو؟ تكون نهايتها نقطه. فتنتبه زين هاي الملاحظات البسيطه تسهل عليك بالاختيارات. بالنسبة إلى accept أو agree، لما نشوف accept أو agree يعني وافق على الاقتراح، إيش راح تختار واحد من ذني؟ yes why not yes let's أو that's a good idea that's a good idea yes let's yes why not. هذا بالنسبة إلى الموافق، يعني إذا قال لك طاق اقتراح وقال لك وافق لي عليه agree أو accept، شوف ذني الكلمتين، فتقول that's a good idea أو يا أما yes let's أو why not. فاجهنا use let's استخدم let's to make suggestion. شفت suggestion معناها هذا يا موضوع تكوين الاقتراحات. to your friend to order pizza اول شيء يقول لك هنا يقول لك استخدم let's. فlet's هي مكانها وين يصير؟ يصير بالبدايه، فاجيب let's اخليها بالبدايه. هذا الحكي اللي فوق كله شرح للسؤال، تروح وين؟ على ما بعد to راح تلقى فعل مجرد وراء اسم، راح تاخذ بس دن الكلمتين تخليهن ورا تعبير الاقتراح، فراح يصير let's order pizza let's order pizza. زين تعال هنا على هاي مجموعة الأمثلة الوزارية، احنا قلنا من القى how about هي هاي الوحيدة بيهم اللي الفعل اللي وراها ياخذ ing. فبنشوف how about مباشرة الفعل اللي وراها لازم شنو؟ لازم يكون ب ing. هنا بالنقطة الثانية منطيك let's play tennis ويقول لك وافق لي على الاقتراح. احنا قلنا لما نوافق على اقتراح ايش نستخدم؟ نستخدم yes let's او that's good idea. فكل اللي يسوي راح تجيب yes let's ها هي. بس هنا نفس الحالة، مثلا let's play a game of chess وانا اقول لك accept، كل اللي راح تسوي ايش تقول؟ yes let's. انت شفت اقتراح جاهز ايش تخلي له؟ تخلي له yes let's. نفس الحالة how about وهنا قايل لك go to the mall. زين هنا ايش يقول لك؟ يقول لك correct صحح لي. شلون صححها؟ انت تدري بالهوا باوت ايش يجي وراها؟ يجي وراها فعل اي ان جي، وهذا فعل مجرد معناها لازم تخلي له؟ لازم تخلي له اي ان جي. نفس الحاله هنا هوا باوت ويقول لك جو لو جوينج لو تو جو، الهوا باوت مباشره ايش يجي وراها؟ فعل اي ان جي، فاجي اختار الفعل اللي ماخذ اي ان جي. نفس الحاله هنا هوا باوت سبند، هذا السبند يقول لك صحح لي اياه كوركت، معناها لازم شو تسوي؟ لازم يكون ماخذ اي ان جي لانه شنو؟ لانه عندي هاو اباوت. فانتبهوا كل زين، الهاو اباوت متكرره كلش هوايه، اللي يجي وراها مباشره فعل شنو؟ فعل ماخذ اي ان جي. هنا يقول لك ميك سجستشن تو يور فريند تو يور ليتل براذر، هنا لازم يكون بها اي طبعا، ميك ا سجستشن تو يور ليتل براذر اباوت وير تو سبيند ذا هوليداي. هذا مهم جدا. شلون؟ يعني هنا من نشوف about spend كلمة spend the holiday معناها انت اللي لازم تكون اقتراح، معناها لازم تكون شنو؟ تكون اقتراح. فيقول لك سوي اقتراح لأخوك على وين تقضون العطلة، فانت احفظ هذا الاقتراح. اذا اجتك هاي الصيغة اكتب go to the beach، واضحة؟ going to the beach إذا لقيت spend the holiday يعني وين ممكن تقضون العطلة. هذا يعني تقريبا يعتبر هو النوع المعقد الوحيد به، البقية كلهم بسيطات.
فيقول لك make suggestion to your little brother، سوي اقتراح لأخوك الصغير. where to spend the holiday، أين تقضي العطلة. فأنت احفظ هذا go to the beach، جبت how about، خليت how about going، وجبنا راه فعل ing لأنه how about لازم اللي وراها دائما شو يكون فعل ing، فراح يصير how about going to the beach، how about going to the beach. فهاي الصيغة مهمة جدا، يعني احفظ هذه الاقتراح كأنما أنت اللي تجيب الاقتراح، أنت اللي تسوي. يقول لك وين تقضون العطلة، راح تقول مثلا go to the mall أو go to the beach وهكذا. فهذا الاقتراح أنت تحفظه، البقية لا، البقية لا، يعني الاقتراح هو يكون جاهز، يعني ما راح تأخذ بس الكلمات الأخيرة. هنا نفس الحالة، يقول where to spend the holiday، هو هذا نفس الصيغة هاي هنا أنا. فأنا أعطيتكم إياها بصيغة الوزارات. هذا بالنسبة لمن؟ بالنسبة إلى موضوع الاقتراحات، موضوع مهم يتكرر وزارة هواية وكلش بسيط، وأكثر شيء بيتكرر هي how about أو الموافقة على التفضيلات أو شلون أنت تسوي اقتراح بهاي الطريقة. هنا عندنا آخر مثالين بالنسبة إلى موضوع الاقتراح. هذا مهم جدا، يعني أنت اللي راح تكون الاقتراح، أنت اللي تسوي الاقتراح. فأنا أقول make suggestion، make a suggestion، نرازم بها make a suggestion to your little brother who has a toothache. هنا بالنسبة للي عنده toothache وين يروح؟ يروح إلى dentist، okay. وهنا يقول لك use see the dentist، see the dentist، يعني هو منطيك الجملة اللي تستخدمها see the dentist. فأنت ايش راح تجيب؟ مجرد تجيب تعبير اقتراح تخليه بالبداية، وأسهل واحد هو let's، فراح أقول let's see the dentist. بالنسبة إلى المثال الثاني، بما أنا شفت agree وشفت suggestion، agree و suggestion مباشرة تقول yes let's that's it. زين هنا يقول use how about to make a suggestion to your friend to go to the beach. هنا شو راح تأخذ؟ راح تأخذ go to the beach، لشوف هاي العبارة اللي هي go اللي بعد to، go to the beach on Friday، راح تجيب تعبير اقتراح وتخلي هاي وراء، فراح نقول how about، الجو لازم ايش تاخذ ing، او تقدر تقول مثلا let's، كلش عادي هنا اقول let's واخلي وراها go to the beach. هذا بالنسبه لمن، يعني ممكن استخدم let's، ممكن استخدم how about، ممكن استخدم would you like، فهي كلها تعتبر ضمن موضوع الاقتراح. هذا بالنسبة إلى الجزء الأول من مراجعة القواعد من المراجعة المركزة. الجزء الثاني إن شاء الله راح ينزل غدا أو بأقرب وقت، ويبقى عندنا الجزء الأخير اللي هو بالنسبة للتمارين وقطع الكتاب. شكرا للمشاهدة، وشوفكم الفيديو القادم إن شاء الله.